كيف الفرحان مراحل نعديها حماسنا نعطيها خطوة ورا خطوة. تفضلي ايش عندك؟ ابدأي دخوليتك عندك من شو قوليها يلا. جاراني العطر البريق نسيتها. نسيتيها؟ ها؟ هذه هي قوة الدخولية المبهرة، يلا ركزي وقوليها. زارني العصر البريق انت نفس بالجديد مشرقا يدعو الفريق شجع اللؤلؤ السعيد. الله 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 الله. حفظيني اياها وانا بقولها معاكي. جاءنا ايوه يلا قوليها ايش هي؟ كانت أنا الدرة ضي كانت أميرة درة جميلة صديقة حلوة ويا رب يا رب في نهاية أسبوعنا بفوزنا مبهجا. أوف 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 أوف. يعني يا رب تفوزوا آمين ما في مشكلة. كانت أميرة يعني هي الآن ودعت الفريق ما هي معاكم؟ إلا ها أنا قلت له ارتاحي لأن إذا صرنا اثنين دقيقة 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 يعني بتدخل أميرة نرحب بأميرة يعني؟ لا رحبوا معي لا بأميرة ما هي موجودة. أنا قلت له ارتاحي اليوم أنا بس لحالي عشان نفوز لأن هي متأكدة إحنا راح نفوز لأن إحنا فريق أوف 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 أم الغرورة. إيش الغرور هذا اللي وصلتوا له؟ أنا ولا ثقة؟ تعالي تعالي وقف هنا قدام الكاميرا. تعالي اوقف اوقف هنا اوقف في البوديوم. احس انه ما حتقدري تغطي الحلقه دي كامله لحالك. لا انتي انتي احنا فريق قوي اصلا. انتي وصلتي لمرحله انتي واميره يسموها الغرور. لا الغرور هذا مشكله حتى الاسبوع الجاي بين الثقه والغرور شعره. الاسبوع الجاي يمكن انا ما اجي يمكن اميره تجي لحالها احنا فريق قوي اصلا. طيب. ليه اذا طيب كنا في الكاميرا هذه لما نكون اثنين حنا راح نفوز على كل الأفريقا وواحد يكفي. يعني انتوا الان واثقين انكم بتستمروا الاسبوع الجاي؟ ايه والله هذه قويه ترى. هذا ما يسموه بالحياط. لا مو حياط يا ضي انت تتمقلبين الان؟ لا